أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين وخيرة الله من الخلق أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما
وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. رب لا تجعل فينا ولا منا ولا ممن حضر معنا واستمع إلينا شقيا ولا محروما. في بداية هذه الدروس يحسن التنبيه على أمور ينبغي لطالب العلم أن يستحضرها، بل ينبغي على كل مسلم أن يستذكرها خاصة في معاملته مع الله، وبالأخص إذا كان طالب علم يريد التقرب إلى الله بعلمه. فأعظم هذه الأمور وأجلها على الإطلاق التذكير بحق الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يبارك لطالب العلم في طلبه وأن يرزقه السداد والتوفيق في تعلمه وعلمه وعمله بذلك العلم وتعليمه للناس، أكرمه بالإخلاص لوجهه وإرادة ما عند الله سبحانه وتعالى من الأجر والمثوبة. وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على تعظيم أمر الإخلاص، فينبغي على طالب العلم أن يستحضر هذه النية الخالصة لوجه الله سبحانه وتعالى في كل مجلس يجلسه، ويكون أمره مع الله سبحانه وتعالى على أتم الوجوه وأكملها من القيام بحقه وحقوقه وأدائه على الوجه الذي يرضيه، وأن يبتعد كل البعد عن الرياء والسمعة والمراء والجدل في العلم. الأمر الثاني، ينبغي على طالب العلم أن يسأل الله مخلصا من قلبه أن يكون علمه نافعا شافعا له يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، فيسأل الله سبحانه وتعالى العلم النافع. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في أذكار الصباح بعد صلاة الفجر: اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. فهذا يدل على أنه ينبغي لطالب العلم أن يستكثر من الدعاء والرجاء في الله سبحانه وتعالى أن يكون علمه نافعا. فإذا كان العلم نافعا شرح الله به صدر صاحبه ورزقه الطمأنينة والتيسير في طلبه لذلك العلم، وجعل ما يتعلمه نافعا له في دينه ودنياه وآخرته. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل علمنا نافعا شافعا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ومما يدل على وجود النفع في العلم أن يكون هذا العلم سببا في زيادة الخشية لله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله: أصل العلم خشية الله. وهذا تظهر دلائله على طالب العلم كلما ازداد من العلم، فإنه ينكسر قلبه لله جل جلاله ويصبح قريبا من الله، وكلما اقترب من ربه هابه وطمع في رحمته ورجى ما عنده من حسن الثواب وحسن العاقبة والمآب. فهذا العلم الذي يورث الخشية هو العلم المبارك وهو العلم النافع. ولذلك وصف الله أهل العلم الذين أوتوا العلم بحق وكانوا من أهله القائمين بحقه وحقوقه أنهم أهل الخشية، وتظهر آثار هذه الخشية بعمله بعلمه.
فإن الذي يطلب العلم ويكون في قلبه معظما لله سبحانه وتعالى فإنه تظهر آثار العلم في قوله وعمله وسمته ودله. ولذلك قال إبراهيم النخعي رحمه الله عن السلف الصالح من الماضين: كان الرجل إذا طلب العلم ظهرت آثار العلم في سمته ودله وشأنه. كذلك مما يوصى به طالب العلم أن يكون حريصا على العمل بعلمه، فهتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. فإن الآيات والأحاديث المباركة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم إنما يراد بها العمل، فيحرص طالب العلم على العمل بما علم، وأن يكون هذا العلم في قوله وعمله وجميع شأنه. فإذا فعل ذلك جعله الله مهتديا في نفسه، فإذا صار مهتديا لنفسه جعله الله هاديا لغيره. فالمهتدي في نفسه في صلاح قوله وعمله واستقامته لربه فإن الله يجعله إماما للمتقين وقدوة للأخيار والصالحين. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل. ومما ينبغي على طالب العلم أن يكون حريصا على آداب النبي، على التخلق بأخلاق أهل العلم وطلاب العلم في قوله وعمله وسمته ودله وجميع ما يكون من شأنه وأمره. فطالب العلم ارتفع من حضيض الرذائل إلى قمم الفضائل بالأخلاق الفاضلة التي يقرأها في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيحفظ لسانه ويحفظ جوارحه عن كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى فيما بينه وبين الله وفيما بينه وبين الناس. فإذا فعل ذلك فتحت أبواب الخير في وجهه، ويسر الله له أمره وشرح له صدره، وأصبح في نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الذي كان عليه الصالحون من المهتدين الأولين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان. ومما يعين طالب العلم على طلبه للعلم وسمو نفسه إلى الدرجات العلى في طلبه للعلم أن يحرص على أخوة الصادقين وصحبة عباد الله المتقين، فهم القوم الذين لا يشقى بهم جليس. يحرص طالب العلم على أن يجد القرناء الصالحين الذين يعينونه على محبة الله ومرضاة الله، فيتذاكر معهم العلم ويتذاكر معهم ما تعلمه من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمذاكرة العلم ومدارسته مع طلبة العلم تتفتق بها الأذهان وينشرح بها صدر طالب العلم، فيكمل بها نقصه ويجبر بها بإذن الله كسره. واعلم بأن العلم بالمذاكرة والدرس والفكرة والمناظرة. وستكون إن شاء الله المجالس في شهر رمضان بإذن الله عز وجل في تفسير آيات الصيام، ونسأل الله بعزته وجلاله أن يعيننا على ذلك، وأن يرزقنا الصواب، وأن يجنبنا الزلل في القول والعمل. وهذه الآية آيات الكريمات من سورة البقرة اشتملت على بيان جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بعبادة الصوم. استفتحها الله جل جلاله بهذا النداء الكريم الذي ينادي به صفوة خلقه وعباده من الصالحين، من عباده الصالحين وهم المؤمنون بالله
المصدقون بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به عن الله. يقول الله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. قال بعض العلماء إن هذا النداء يدل على أن من مقتضيات الإيمان الصوم، ولذلك يقوم المؤمن بأداء ما فرض الله عليه وترك ما حرم الله عليه ليتحقق بذلك إيمانه وتصديقه لربه سبحانه وتعالى. وهذا النداء نداء عظيم، فإذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنما هو خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. ومن هنا استفتح الله عز وجل هذه الآيات الكريمة بهذا النداء ليذكر عباده بخير صفة يتصف بها العبد، وهي صفة الإيمان. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. الكتب بمعنى الفرض والإلزام، فدل هذا على وجوب الصوم، وهذا هو معنى كتب في كتاب الله، هو أحد معانيها. فيرد الكتب في القرآن بمعنى الفرض، ومنه قوله سبحانه وتعالى: كتب عليكم الصيام، كما في هذه الآية، وقوله سبحانه وتعالى: كتب عليكم القصاص، أي أوجبنا عليكم القصاص. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، الآية في الوصية ووجوبها حينما كانت واجبة في أول الإسلام. ويستعمل الكتب بمعنى القضاء، يقال كتب بمعنى قضى، ومنه قوله سبحانه وتعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، أي قضى الله لنا. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، أي قضى. ويستعمل الكتب بمعنى الأمر، ومنه قوله سبحانه وتعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، أي أمرناهم بذلك. وكذلك أيضا يطلق الكتب بمعنى الجعل، ومنه قوله سبحانه وتعالى: ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، أي جعل الله لكم. دل قوله سبحانه وتعالى كتب عليكم الصيام على وجوب الصوم وفرضه، وهذا الوجوب دل عليه دليل الكتاب كما في هذه الآية في هذا الموضع، وكذلك في قوله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فقوله سبحانه وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، يدل على فرض الصوم على المقيم الحاضر، فهذا دليل فرض الصيام في كتاب الله. وأما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فأحاديث كثيرة، منها ما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. فقوله عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس، يدل على أن الصوم ركن من أركان الإسلام، فدل على أن هذا الوجوب الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة هو في أعلى المراتب، حيث إنه ركن من أركان الإسلام.
وكذلك أيضا دل عليه حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في الصحيحين في قصة جبريل وسؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن تشهد عن الإسلام، وقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان. ومثله حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين في قصة الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شرائع الإسلام فقال له أن تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان. وكذلك حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه كما في الصحيحين وغيرها من الأحاديث الصحيحة كلها دلت على أن صوم رمضان فرض واجب، وأن هذا الفرض في أعلى المراتب حيث إنه ركن من أركان الإسلام. وأجمع العلماء رحمهم الله على أن الصوم ركن من أركان الإسلام، وأصبح هذا الوجوب الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة لفريضة الصوم معلوما من الدين بالضرورة. ومن هنا قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. الصيام في اللغة الإمساك عن الشيء، يقال صام عن الكلام إذا سكت، ومنه قوله سبحانه وتعالى حكاية عن مريم عليها السلام فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، ففسر الصوم بامتناعها عن الكلام. وتقول العرب صام النهار إذا قام قائم الظهيرة وأمسكت الشمس عن الحركة. وكذلك أيضا يقولون صامت الخيل إذا أمسكت عن الصهيل، وقيل إذا أمسكت عن الحركة. قال النابغة الذبياني خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجما. فالصوم في لغة العرب الإمساك عن الشيء، الإمساك مطلقا. وأما في اصطلاح الشريعة فقد نقلت الشريعة هذه الحقيقة اللغوية من المعنى العام للإمساك إلى إمساك مخصوص. ومن هنا عرف العلماء الصوم الشرعي بأنه إمساك عن أشياء مخصوصة في زمان مخصوص بنية مخصوصة. فالإمساك إمساك مخصوص المراد به الإمساك عن شهوتي البطن والفرج، وهذه هي حقيقة الصوم في الشرع. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن الله عز وجل أنه قال عن الصائم يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. قال العلماء رحمهم الله إنه ذكر في الصوم الامتناع عن نوعين من الشهوة، النوع الأول شهوة البطن والفرج، النوع الأول شهوة البطن من الأكل والشرب، والنوع الثاني شهوة الفرج من الجماع. فهذه هي حقيقة الصوم. وأما قولهم بنية مخصوصة وهي نية التقرب إلى الله عز وجل كأصل في العبادة، والنية الخاصة التي تميز كل عبادة عن غيرها. ففي الصوم تميز فرضه بعضه عن بعض وتميز فرضه عن نفله، فينوي الصائم صيام واجب من رمضان أو كفارة أو نذر ونحو ذلك. وكذلك أيضا يميز صومه عن الفرض بصيام النافلة سواء كانت مقيدة كصيام الاثنين والخميس أو مطلقة كالصيام مطلقا. فهذا هو الصوم الشرعي.
إمساك مخصوص من شخص مخصوص وهو الذي تصح منه هذه العبادة، وسيأتي بيان من يجب عليه الصوم ومن يصح منه الصوم. وهذا الصيام في قوله سبحانه وتعالى كتب عليكم الصيام، الصيام درجتان، الدرجة الأولى ما أوجب الله فيه على الصائم من الإمساك عن شهوتي البطن والفرج، والدرجة الثانية ما يتعلق بالإمساك عن المحرمات، فيمسك الصائم عن اللغو والسب والشتم وقول الزور. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ومن هنا قرر العلماء رحمهم الله أن الصائم ينبغي عليه اجتناب قول الزور، حتى شدد بعض العلماء وقولهم مرجوح أن من قال الزور بطل صومه، ولكن الذي عليه جماهير السلف والخلف أنه ينقص أجره بحسب ما أصاب من الذنوب. لكن الأمر عظيم وخطير، لأن الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم نبه في هذا الحديث على أنه ينبغي للصائم أن يتقي المحرمات. وقوله سبحانه وتعالى كتب عليكم الصيام، عليكم الصوم واجب على كل مسلم بالغ عاقل قادر، فهذا الذي توفرت فيه هذه الشروط هو الذي يجب عليه الصوم، فيجب الصوم على كل مسلم بالغ. والصغير ينظر فيه، فإن كان يمكن أن يروض على الصوم ويمكنه الإمساك ولو جزءا من اليوم فإنه يعود على ذلك، كما كان السلف الصالح من الصحابة وغيرهم كما في حديث أنس يعودون الصبيان على الصوم فيمنعونهم إلى ما قبل أو قريبا من منتصف النهار حتى يعتادوا الصوم، فإذا بلغوا كان سهلا عليهم، ولكن لا يشق عليهم ولا يكرهون عليه، لأن هذا ينفرهم من الطاعة، وإنما يرغبون في ذلك ويحثون عليه. وأما بالنسبة للعقل فإنه شرط بإجماع، فالمجنون لا يجب عليه الصوم، وفي حكم المجنون المغمى عليه على تفصيل عند العلماء رحمهم الله. وقوله سبحانه وتعالى لعل كما كتب على الذين من قبلكم، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. كما كتب تشبيه، أي أننا فرضنا عليكم الصوم كما فرضناه على الذين من قبلكم. وهذا التشبيه فيه قولان للعلماء، قال بعض العلماء صيامنا يشبه صيام من قبلنا من جهة الحكم والصفة، القول الثاني أن صيامنا يشبه صيام من قبلنا من جهة العدد، فهذان قولان للعلماء في التشبيه في قوله تعالى كما كتب على الذين من قبلكم. فعلى القول الأول أن صيامنا يشبه صيام من قبلنا من جهة الحكم والصفة، وهذا عليه كثير من العلماء رحمهم الله. من جهة الحكم أن الله فرض علينا الصوم كما فرضه عليهم، فقد كان فرضا في الأمم السابقة ولم يكن مندوبا ولا مستحبا، وإنما كان لازما، وهكذا بالنسبة لهذه الأمة. وكذلك فرض علينا الصوم في أول الأمر مماثلا ومشابها لما كان عليه من قبلنا من أهل الكتاب، فكان الرجل إذا أفطر المغرب فإنه يجوز له أن يأكل ويشرب ما لم ينم، فإذا نام
فإنه يحرم عليه الأكل والشرب إلى غروب الشمس في اليوم الذي يلي ذلك اليوم، وهذا في اليوم الذي يليه. فهذه الكيفية كانت عند من قبلنا من اليهود والنصارى، فكان شرع الإسلام للصوم في أول الأمر على هذه على هذا الوجه، فنشابههم في الحكم ونشابههم في الصفة، ثم نسخ ذلك تخفيفا من الله وتيسيرا على هذه الأمة، كما في الصحيح من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما في سبب نزول قول الله عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، في قصة قيس بن صرمة رضي الله عنه وأرضاه، وسيأتي بيانها إن شاء الله تعالى. فنسخ الله هذا الحكم وأصبح الصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ويجوز للصائم ليلة رمضان أن يأكل ويشرب ولو نام واستيقظ بعد نومه، فأصبح في أول الأمر صيامنا يشبه صيام أهل الكتاب في الصفة. وأما بالنسبة للقول الثاني أن التشبيه هو في العدد، فهذا قول طائفة من المفسرين وهو قول مرجوح، قالوا إنه أوجب الله علينا الصيام في العدد، العدد الذي أوجبه على من قبلنا، فأوجب الله علينا صيام شهر كما أوجب على النصارى صيام شهر، إلا أن النصارى حينما وجب عليهم صيام الشهر كانوا ينقلونه على حسب أهوائهم، فإذا جاء رمضان في الصيف نقلوه إلى الشتاء، وإذا جاء في الزمان الطويل نقلوه إلى الزمان القصير وهو الشتاء، وهذا مما غيروا به دين الله وشرع الله، لكنهم في الأصل كان واجبا عليهم 30 يوما وهو الشهر. وهذا القول يقولون إنه مشابهة في العدد، واختلفوا على قولين، قيل كصيام النصارى 30 يوما، وقيل كصيام اليهود صيام 3 أيام من كل شهر وصيام عرفة. فأوجب الله علينا الصوم في أول الأمر بصيام يوم عاشوراء وليس يوم عرفة، فكانوا يصومون عاشوراء ويصومون 3 أيام من كل شهر، هذا بالنسبة لشرع اليهود. قالوا فكان النبي صلى الله عليه وسلم وأمته مأمورين بصيام يوم عاشوراء، ثم نسخ ذلك بصيام شهر رمضان، وهذا مثال عزيز يقل عند من يقول بنسخ الأخف بالأثقل، وفيه خلاف عند أئمة الأصول، لكن من أمثلته نسخ صيام يوم عاشوراء بوجوب صيام شهر رمضان، فإن عاشوراء أخف ورمضان أثقل. وعلى كل حال فهذان قولان مشهوران لأهل العلم، أرجحهما في نظري والعلم عند الله هو القول الأول، والقول بأنه يشبه في العدد بالنسبة للشهر صحيح مستقيم، لكن الذي يظهر ما ذكرناه أنه مشابهة في الحكم والصفة، قوله تعالى: كما كتب على الذين من قبلكم. وهذا فيه فائدة، يقول بعض العلماء إن الله سبحانه وتعالى ذكر أن الصوم واجب علينا كما هو واجب على من قبلنا، وكتب علينا وفرض كما كتب على من قبلنا، وهذا يدل على فضل الله على هذه الأمة، لأنه لو كان واجبا على من قبلنا ولم يجب علينا لفاز من قبلنا بفضل صيامه على وجه الوجوب وفاتنا ذلك الفضل، ولكن الله امتن على هذه الأمة فجعله واجبا عليها كما هو واجب على من قبلها. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، بين وجه الحكمة في فرض الصيام وإلزام العباد به،
وهو أنه طريق إلى تقوى الله سبحانه وتعالى. واختلف أئمة التفسير في هذه الجملة على قولين. قال بعض العلماء لعلكم تتقون، أي أن الصوم ينتهي بصاحبه إلى تقوى الله، وهذا قول طائفة من أئمة التفسير. القول الثاني أن قوله تعالى لعلكم تتقون أي لعلكم تجتنبون ما أمرناكم باجتنابه في الصوم من شهوتي البطن والفرج، وهذا هو قول الإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري من أئمة التفسير رحمة الله على الجميع. والقول بأنه طريق إلى التقوى عليه كثير من أهل العلم رحمهم الله، أن الله سبحانه وتعالى جعل في هذه العبادة الجليلة أنها طريق لتقواه سبحانه وتعالى، والتقوى من الوقاية، فمن اتقى الله سبحانه وتعالى وقاه، ومن اتقى الله اتقى محارمه وحدوده واتقى سخطه وغضبه، وذلك بتحصيل أمرين: بفعل الأوامر وترك النواهي. ولذلك أجمع ما قيل في تعريف التقوى أن يقال هي فعل فرائض الله وترك محارم الله، ومن فعل ذلك فقد اتقى الله، ومن فعل ذلك فقد وقاه الله، لأنه يأمن من غضب الله وسخط الله، وحينئذ يكون متقيا لربه وفي وقاية من ربه. والتقوى نور من الله سبحانه وتعالى يقذفه في قلب عبده المؤمن. ولذلك في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، وأشار إلى قلبه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. فهي تبدأ من القلب الذي له سلطان على الجوارح، فإذا كان القلب معمورا بالخوف من الله والخشية من الله عصم العبد بتوفيق الله في قوله وعمله، فلا يقول إلا ما يرضي الله ولا يعمل إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى، وحينئذ يكون من عباد الله المتقين. وهو معنى قول بعضهم التقوى أن تقول لله وأن تعبد الله على نور من الله، ترجو ثواب الله وتخشى عقاب الله. فمن رزقه الله عبادته على نور منه، ليست بالهوى ولا بالتشهي ولا بالحدث، ولكن بنور من الله. نور الله هو نور الوحي من الكتاب والسنة، أن يعبد الله بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، أي بما شرع، على نور من الله، ترجو ثواب الله وتخشى عقاب الله، وهما جناح السلامة، جناح السلامة للعبد في هذه الدنيا وفي الأخرى. جعلنا الله وإياكم من أهلها. وقوله سبحانه وتعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذا القول الذي يقول إن الصيام يعين على تحصيل التقوى دلت عليه السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين عنه رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فبين عليه الصلاة والسلام أن الصوم يحفظ المسلم من انتهاك حدود الله ومحارم الله، ولذلك هو طريق إلى التقوى. وهذه الأيام التي فرضها الله جل جلاله على أهل الإسلام أن يصوموها
تعود المؤمن على تقوى الله وتحثه وتحضه على مراقبة الله سبحانه وتعالى. 30 أو 29 يوما يستطيع الإنسان أن يتوارى عن أنظار الناس وأن يختلي وأن يأكل ويشرب، ولكنه لا يفعل ذلك لأنه يعلم أن الله يسمعه ويراه، لأنه يعلم أنه إن فعل ذلك أغضب الله، فهو بهذا يعود على مراقبة الله سبحانه وتعالى. ومن رزقه الله هذا السر العظيم الذي بين العبد وربه وهو المراقبة، فإنه يفلح وينجح ويسلم له دينه بتوفيق الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. استفتح الله آيات الصيام بالتقوى وختمها بالتقوى، كذلك يبين الله آياته للناس لعل تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. فابتدأ الصيام بالتقوى وختم آياته بالتقوى، تنبيها على شرف هذه العبادة وعظيم خيرها وبرها بتحصيل هذه الخصلة من الخصال الكريمة. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يرزقنا تقواه والعمل بما يحبه ويرضاه. نعم. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. أياما معدودات، قوله سبحانه وتعالى أياما معدودات. الأيام جمع يوم، واليوم يطلق بثلاث على ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن يراد به التمام والكمال، وذلك من غروب الشمس إلى غروبها في اليوم الذي عند تمامه وكماله، فهو يبتدئ بغروب الشمس من اليوم السابق إلى غروب الشمس فيه. فلو أن شخصا نذر أن يعتكف في المسجد يوما فإنه أو العشر الأواخر فإنه يدخل إلى معتكفه قبل غروب الشمس من يوم 20 حتى يحصل العشر تامة كاملة. فأيام العشر تبدأ بغروب شمس يوم 20 وتنتهي بغروب شمس يوم 30 إذا كانت تامة كاملة، أو كانت ناقصة بغروب شمس اليوم 29. فاليوم إذا كان تاما كاملا 24 ساعة، ويشمل الليل والنهار، فهذا هو المعنى التام الكامل لليوم في حكم الشرع وفي الطبع. وأما بالنسبة للإطلاق الثاني لليوم فيطلق ويراد به النهار من طلوع الشمس إلى غروبها، فيراد به النهار من طلوع الشمس إلى غروبها، أو من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس في حكم الشرع الأحكام الشرعية. هذا بالنسبة للإطلاق الثاني لليوم. أما الإطلاق الثالث فإطلاق اليوم على العدد من الأيام، ولذلك يقولون يوم الأحزاب ويوم الخندق. فيوم الخندق أيام عديدة وليس يوما واحدا، ولكن العرب قد تطلق اليوم وتريد به الأيام،
فهذه من إطلاقات اليوم، والمراد هنا في قوله سبحانه وتعالى أياما، جمعها سبحانه وتعالى ووصفها بكونها معدودة، والمعدود مفعول من العدد، والعد هو الحساب. وقوله سبحانه وتعالى أياما معدودات فيه وجهان للعلماء. قال بعض العلماء رحمهم الله إنها أيام شهر رمضان، وهذا هو قول أكثر المفسرين، وهو أقوى الأقوال في تفسير قوله تعالى أياما معدودات، فيكون على هذا القول قوله سبحانه وتعالى بعد ذلك شهر رمضان بيانا لمجمل هذه الأيام، فيكون من بيان المجمل. فقوله سبحانه وتعالى أياما معدودات مجمل، لأننا لا ندري ما هي هذه الأيام وكم عددها، فلما قال شهر رمضان فهمنا أنها أيام شهر رمضان، وهذا أعني بيان المجمل، له صور في القرآن، ومن صوره أن يكون الإجمال في الآية الأولى والبيان في الآية التي تليها، أو يكون الإجمال ثم البيان بعده مباشرة، أو يكون الإجمال في سورة والبيان في سورة ثانية، هذه كلها أحوال للمجمل والمبين. فهنا بيّنت الآية التالية الإجمال في هذه الآية أياما معدودات، هذا على القول الأول. وبناء على هذا القول يكون قوله سبحانه كتب عليكم الصيام المراد به صيام شهر رمضان، صيام شهر رمضان. وعلى هذا فليس في الآية ناسخ ولا منسوخ، كلها محكمة، الآيات محكمة على هذا الوجه. وأما على الوجه الثاني فإنهم يقولون أياما معدودات هي التي كانت على من قبلنا، كما ذكرنا سواء على صوم النصارى شهرا أو على صوم اليهود ثلاثة أيام ويوم عاشوراء، وبناء على ذلك هي أيام معدودة. فيكون قوله بعد ذلك شهر رمضان ثم قوله بعد ذلك فمن شهد منكم الشهر فليصم ناسخا لهذه الأيام المعدودات، أي أن الله سبحانه وتعالى فرض الصوم أولا مشابها لصيام أهل الكتاب، ثم بعد ذلك فرضه سبحانه خاصا بهذه الأمة بشهر رمضان. وهناك قول عند بعض العلماء أن صيام النصارى كان في رمضان ثم نقلوه إلى غيرهم، لكنه ليس فيه دليل يدل عليه، وإنما هو من الأخبار التي في حكم الإسرائيليات ومعلوم حكمها. على كل حال أياما معدودات إما أنه محكم وإما أنه منسوخ. فعلى القول بأن المراد به شهر رمضان بها شهر رمضان فلا إشكال، وعلى القول بأن المراد بها عاشوراء وصيام من قبلنا فهي منسوخة على التفصيل الذي بيناه. أياما معدودات قال بعض العلماء معدودات أي قليلة، ومنه قوله سبحانه وتعالى وشروه بثمن بخس دراهم معدودة أي قليلة. فالله سبحانه وتعالى فرض علينا الصيام وجعله أياما معدودة قليلة، وهذا يدل على يسر الشريعة وسهولتها، وأن الله سبحانه وتعالى لم يفرض علينا الصوم بما فيه العسر وبما فيه الضيق. ولو شاء الله أن يأمرنا بصيام الدهر فالحكم حكمه، يحكم ولا معقب لحكمه، ولكنه سبحانه وتعالى يسر فجعل الصيام 30 أو 29 يوما، والثلاثون يوم الحسنة بعشر أمثالها فهي بمثابة 300،
وإذا صامها وأتبعها ستا من شوال كان كصيام الدهر، وهذا فضل من الله عظيم وكرم من الله سبحانه وتعالى، وهو الحليم الكريم. فالحمد لله على فضله. أياما معدودات، فإذا كان شهر رمضان ناقصا 29 فإنه 30 يوما في الثواب والأجر. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة. فمن صام رمضان 29 كتب الله له أجر صيام 30 يوما. وهذا يرجع إلى لطيفة، وهذا فيه لطيفة، وهي أن العامل والأجير إذا مكن من استأجره من نفسه ولم يأمره المستأجر بعمل حتى مضت المدة التي اتفق عليها فإنه يستحق الأجر كاملا. ومن هنا لما كان المسلم ملتزما بصيام الشهر كاملا وشاء الله أن يكون ناقصا، وجاء النقص من الآمر نقص الشهر من الله سبحانه وتعالى، فإنه يكتب له الأجر كاملا. وهذه من الفوائد التي ذكرها بعض العلماء في مسألة وجوب دفع الأجرة للأجير ولو لم يقم بعمل إذا قصر صاحب العمل في طلب العمل منه. وقوله سبحانه وتعالى: أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أياما معدودات، بعد أن بين أنها أيام قليلة، يقول بعض العلماء إن هذا من أساليب القرآن والسنة وفيه حكمة في التشريع، أن من يأمر بالشيء يذكر ما يرغب في القيام به فعلا أو تركا. فالله سبحانه وتعالى رغب عباده المؤمنين في القيام بفريضة الصوم حينما قال أياما معدودات، وبين لهم أنها يسيرة قليلة، وهي يسيرة على من يسر الله عليه. ولذلك تجد المؤمن إذا هل هلال رمضان وأقبل عليه شهر الصوم استبشر وفرح وأمل من الله سبحانه وتعالى، وأصبح في نشوة وفرح لا يعلم مقداره إلا الله، على قدر إيمانه وحبه لله سبحانه وتعالى لعلمه بفضل هذه العبادة الجليلة الكريمة عند الله سبحانه وتعالى. حتى قال بعض العلماء إن الصوم هو أفضل العبادات، وإن كان الصحيح أن أفضلها هو الصلاة، لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. لكنهم قالوا إن الصوم أفضل، لأن الله تعالى يقول: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وهذه العبادة ما كانت بهذه المثابة رغب الله فيها وفي أدائها والقيام بها حينما قال أياما معدودات. ولذلك تجد المؤمن لما يجد هذه النشوة والفرح بالعبادة، بعبادة الصوم، ويدخل عليه شهر الصوم، تمر عليه أيام الصوم ولياليه وهو لا يشعر، لأنه في سعادة وفرحة. وأيام السرور وأيام الفرحة تمر ولا يشعر بها الإنسان، فقصارهن مع الهموم طويلة، وطوالهن مع السرور قصار. فكيف إذا كان السرور برب العالمين جل جلاله، وكيف إذا كان السرور في النهار بضمأ الأحشاء والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بذلك، ويكون الليل منتصبا بين يدي الله يناجي ربه سبحانه بكلامه وآياته، فليس هناك سرور أعظم من هذا السرور. ولذلك تمر أيام رمضان سريعة على المؤمن ويحس أنها خفيفة، حتى أنه يقول: بالأمس دخل الشهر واليوم نحن في منتصفه، وربما يقول: بالأمس دخل الشهر واليوم نحن في آخره، لأنه في سرور. أياما معدودات.
فهذه من الدلائل على العبودية الخالصة لله، أنك تجد أثناء شهر الصوم أنك في فرح ونشوة ولا تحس بضيق، لأن لذة العبودية لله تنسيك الطعام والشراب، تنسيك شهوة البطن وتنسيك شهوة الفرج، وبناء على ذلك فإنها أيام يسيرة. بعد أن رغب في أداء العبادة بذلك شرع سبحانه وتعالى في بيان حكم المعذور في صيام شهر رمضان، وهذا منهج تشريعي كامل، لأن التشريع يقتضي أولا أن تبين الحكم من الوجوب واللزوم، ثم بعد أن تبين أنه واجب وأنه لازم تبين ما يطرأ على الإنسان من الأعذار وحكمها لا العكس، فلا تبدأ بالأعذار قبل الأصل. ولذلك الرخصة مبنية على العزيمة، فلما بين سبحانه وتعالى العزيمة والواجب والفرض شرع في بيان الرخصة، وهذا مشى عليه أئمة العلم ودواوين العلم، كما فعل الفقهاء رحمهم الله في كتبهم وتصنيفهم، وكذلك المحدثون رحمهم الله في كتب الحديث، أن يذكروا الأحاديث الدالة على وجوب العبادة، ثم يذكروا الأحاديث الدالة على الحكم من الوجوب والفرض، ثم بعد ذلك يذكرون الأحاديث الدالة على ما يطرأ. فأنت تبين صفة الصلاة ووجوبها وأركانها وشرائطها، فالأركان والواجبات والشرائط عزائم، ثم بعد ذلك تبين إذا فقد الماء، إذا في شرائط الصلاة إذا فقد الماء ماذا يفعل، فهذه الرخصة، إذا عجز عن استعمال الماء ماذا يفعل، هذه رخصة. كذلك في الصلاة تبين ما يجب من الأركان والواجبات، ثم بعد ذلك تقول إذا سهى في صلاته فترك ركنا ماذا يفعل، وإذا سهى في صلاته فترك واجبا ماذا يفعل. فإذن البيان بيان حكم الأعذار والمرخص وأهل الرخص بعد بيان العزيمة والأصل. فلما بين سبحانه وتعالى وجوب الصيام شرع في بيان حكم من كان مريضا أو على سفر، ذكر نوعين من أهل الأعذار. النوع الأول المرضى، فمن كان منكم مريضا، والنوع الثاني المسافر، وهذان عذران، الأول قهري والثاني اختياري، فنبه بالأول على كل عذر قهري، ونبه بالثاني على كل عذر اختياري. قوله فمن كان منكم مريضا هذا عذر قهري، لأن المرض ليس بيد الإنسان أعاذنا الله وإياكم منه، وإنما هو يدهم على الإنسان، فهو عذر مقهور عليه. وأما السفر فإنه يسافر متى أراد، ولذلك لم يقل فمن كان منكم مريضا أو مسافرا، ولكن قال على سفر، إشارة على الاستعلاء، وأن هذا العذر بيد الإنسان يفعله متى شاء. وهذه من اللطائف في أسلوب القرآن وكله لطيف. وقوله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا، المرض أعاذنا الله وإياكم منه هو اعتلال البدن واعتلال صحة البدن، وقال بعض من يعالج بالطب الطبائعي، وهو نوع من أنواع الطب القديم، وذكره الإمام القيم رحمه الله في الطب النبوي حينما تكلم على حديث الإمام ضامن أنه نوع من أنواع الطب، وهي الطبائعي الصفراء والبلغم السوداء، وهي الطبائعي إذا استوت صحة الإنسان، فإذا اعتلت صحته، وهو من يعالج بهذه الطبائع. وقوله المرض هو خروج البدن عن حد الاعتدال عند هؤلاء، وأما بالنسبة للأصل فيه فهو اعتلال البدن، فإذا اعتل البدن وأصابه المرض فالمرض ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون المرض يسيرا خفيفا يمكن لصاحبه أن يصوم، ولا يجد مع ذلك حرجا ولا مشقة ولا عنتا،
والقسم الثاني أن يكون المرض، فهذا النوع وهو الأول أجمع العلماء إلا خلافا شاذا عن بعض السلف على أنه، ويحكى عن بعض أهل الظاهر أنهم يقولون كل مرض، وعلى هذا هذه الكلية يشمل المرض اليسير والمرض الذي هو أشد. وبناء على ذلك جماهير السلف والخلف رحمهم الله على أن المرض اليسير المقدور عليه أنه لا يمنع من الصوم ولا يجيز للإنسان أن يفطر. وأما النوع الثاني من الأمراض فهو المرض الذي يصل إلى أعلى درجات الرخصة، وهو الذي يخشى على صاحبه إن صام أن يموت. فهذا النوع من الأمراض لا يشترط، طبعا الإنسان في كلام الأطباء وغيرهم في الغالب يصبر عن الطعام 3 أيام، وقد يصبر أكثر إذا كان عنده قدرة، لكن في الغالب لا يستطيع أن يصبر أكثر من 3 أيام. فإذا كان المريض مريضا مرضا يخشى عليه الموت إن صام، بمعنى أن يكون نفس المرض إذا انقطع فيه عن الشراب، عن طعام الشراب هلك، يوجب له ذلك، أو تكون هناك أدوية وعلاجات يستعملها، فلو أنه لم يستعملها يوما هلك. وهذا يقع في مرضى القلب والكلى أجرنا الله وإياكم وغيرها من الأمراض الشديدة، بحيث لو أنه تخلف عن علاجه يوما لا يشترط أنه يموت مباشرة، بل حتى لو أنه دخل في مضاعفات تنتهي إلى مرض إلى موته فهو في حكم هذا النوع. وهذا النوع يبلغ أعلى درجات الرخصة، وأجمع العلماء على أنه موجب للرخصة، أي أن صاحبه يجوز له أن يفطر، وأما يجب عليه أن يفطر إذا خاف الهلاك. وأما النوع الثالث فهو الذي بين اليسير وبين الشديد، وهذا النوع من المرض يكون الإنسان فيه في مرتبة الحاجة، ومرتبة الحاجة هي التي توجب الحرج والضيق لكن صاحبها لا يموت، مثل الآلام الشديدة والآلام المبرحة التي تؤذي الإنسان وتقلقه وتزعجه. فهذا النوع من الألم وهذا النوع من الضرر يعتبر صاحبه في مقام الحاجة، والحاجة تنزل منزلة الضرورة. إذن إذا بلغ المرض أقصى غاياته فإنه يوجب الرخصة، لقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولأن صاحبه مضطر والمضطر يرخص له بسبب الضرورة. وأما بالنسبة لهذا النوع الثاني فإنه يرخص له في الفطر، لأن الله تعالى يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج، فكل صيام يوقع صاحبه في الحرج فإنه ليس من شرع الله، لأن الله لم يجعل في دينه والعبادات التي أمر بها عباده حرجا، وبناء عليه يكون صاحبه في مقام الحاجة. والقاعدة عند العلماء تقول الحاجة تنزل منزلة الضرورة، فمن كان في مقام الحاجة ينزل منزلة المضطر ويرخص له كما يرخص للمضطر. هذه 3 أحوال للمرض. الحالة الأولى المرض اليسير قلنا لا يرخص فيها، كان بعض السلف وحكي عن الحسن أنه كان يفطر حتى من وجع الإصبع، كان إصبعه يؤلمه فيفطر، لأنه يرى أن قوله تعالى فمن كان منكم مريضا يشمل هذا. والواقع أن الله تعالى لما قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، نبه بهذا على أنه المرض الذي يؤثر في الصوم، وعلى أنه المرض الذي يضر الصائم، وليس كل مرض. وبناء على ذلك فإنه يرخص للإنسان في المرض الذي يخشى منه الهلاك، ويرخص الإنسان في المرض الذي يوجب الحرج والعنت. السؤال: من الذي يقرر أن هذا المرض لا يصوم معه صاحبه؟ الأصل أن الأطباء هم المعنيون بذلك،
فلو قال الطبيب للإنسان المريض لا تصم، وإذا صمت فإن هذا سيؤدي إلى ضرر، إما أنه يوجب الهلاك فحينئذ هو مضطر، وإما أنه يتسبب في ضرر في الضيق أو حصول مضاعفات لا تحمد عقباها. فهذا إذا قاله الأطباء عمل المسلم بقول الطبيب. والسؤال هل يشترط أن يكون الطبيب متعددا، أن يشترط فيه العدد؟ هل يشترط أن يكون اثنين أم يكفي الطبيب الواحد؟ والجواب يكفي الطبيب الواحد. فإذا قال الطبيب الواحد الموثوق بقوله لا تصم فإنه يعمل بقوله، لأنهم هم أهل الخبرة وأهل المعرفة، فإذا قال الإنسان ذلك عمل بقوله. وهنا مسألة، قال بعض العلماء لو أن الإنسان يعرف من نفسه أن الصوم سيؤذيه، ويعلم من نفسه أنه إن صام حصل له ضرر، فهل ينتظر شهادة الأطباء أم أنه يعمل بغالب ظنه؟ والجواب أنه يعمل بغالب ظنه، لأن الله تعبده بغلبة ظنه. وقد يكون الإنسان أعرف بنفسه من الطبيب إذا جرب ذلك من نفسه، والأطباء ربما ينظرون إلى الغالب ويكون الإنسان في حكم النادر. فإذا كان الإنسان يعلم من نفسه أن الصوم سيضره ويؤذيه ويتسبب له في مضاعفات توجب الحرج له، فإنه حينئذ يرخص له في الفطر. قوله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر، السفر أصله في لغة العرب الكشف، يقال أسفرت المرأة عن وجهها إذا كشفت، وأسفر الصبح إذا بان واتضح ضياؤه، فأصل السفر الكشف. سمي السفر سفرا لأنه يكشف عن أخلاق الرجال، فإذا سافر الإنسان فإنه في السفر يكشف معدنه من الأخلاق الكريمة أو ضدها، نسأل الله السلامة والعافية. جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخليفة الراشد يريد أن يشهد في قضية، فقال له عمر بن الخطاب للشاهد لا أعرفك، اذهب وأتني بمن يعرفك بمن يزكيك، لأن الله يقول ممن ترضون من الشهداء. فذهب الرجل وجاء بمزك، قال عمر رضي الله عنه أتعرفه؟ قال نعم أعرفه بالخير وأثنى عليه. قال عمر رضي الله عنه للمزكي هل أنت جاره الذي تعرف مدخله ومخرجه؟ قال لا. قال هل عاملته بالدينار والدرهم اللذين يستدل بهما على صدق الرجل وأمانته؟ قال لا. قال هل سافرت معه؟ قال لا. قال اذهب فإنك لا تعرفه. فإذن السفر سمي سفرا لأنه يسفر عن وجه صاحبه وأخلاقه. وقوله سبحانه وتعالى أو على سفر، السفر تارة يكون واجبا وتارة يكون مندوبا وتارة يكون محرما وتارة يكون مكروها وتارة يكون مباحا، فتعتريه الأحكام التكليفية الخمسة. فإذا كان السفر واجبا أو مندوبا أو مباحا أو مكروها فإنه يترخص صاحبه برخص السفر بقول جماهير أهل العلم رحمهم الله، ويكاد يكون كالإجماع. فمن سافر في عمره فإنه يجوز له أن يفطر في سفره كما أفطر صلى الله عليه وسلم في سفره لمكة في عمرته. وكذلك أيضا من سافر في أمر واجب كبر والدين أو عمرة واجبة، أو سافر في أمر مندوب كإصلاح ذات بين أو تفريج كربة مسلم، أو سافر في أمر مباح. السفر للأمر المباح مثل أن يسافر للصيد، رفقة ذهبوا مسافة القصر 100 كيلو في الصحراء ويريدون الصيد، إذا سافروا هذا السفر يقال سفر مباح. فهل يجوز لهم أن يترخصوا؟ نقول نعم، لأن الله أذن لهم بذلك، والسفر المباح داخل في عموم قوله أو على سفر، فيجوز لهم أن يقصروا الصلاة، طبعا يقصرون الصلاة
ويجمعون إذا كانوا على تنقل في حال التنقل، وكذلك أيضا يرخص لهم في الفطر في رمضان، حكمهم حكم المسافر إذا كان سواء أو سافر سفرا مباحا للتجارة، فالذي يسافر للتجارة مسافر لسفر مباح، فهؤلاء يرخص لهم لأن سفرهم مباح، كون السفر مباحا لا يمنع من الرخصة. أما إذا كان السفر محرما كعقوق الوالدين والعياذ بالله أو قطيعة رحم، فإنه لا يسترخص برخص السلف في قول جمهور العلماء رحمهم الله، وهو أرجح القولين، لأن الله لا يطاع من حيث يعصى، ومثل هذا مأمور بالرجوع عن سفره، فوجود هذا السفر وعدمه على حد سواء، ولذلك لا يسترخص بالقصر قصر الصلاة ويجب عليه إتمامها، ولا يترخص بالفطر في نهار رمضان في الصوم الواجب. وأما إذا تاب أثناء سفره انتقل إلى الرخصة، فلو أنه تاب مما هو قادم عليه في سفره فإنه حينئذ ينتقل إلى الرخصة إذا كان على مسافة القصر، قوله سبحانه وتعالى أو على سفر. السفر يكون بخروج الإنسان إلى 4 برد فأكثر، والبريد من الفراسخ 4 والفرسخ من الأميال 3، فأصبح 12 ميلا، ومجموع مسافة القصر 48 ميلا بالدمشقي. هذه 48 ميل وهي تقارب ما بين 70 إلى 80 كيلو، فإذا خرج إلى هذه المسافة جاز له قصر الصلاة وجاز له أن يترخص بالفطر في السفر. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيح أنه قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة، فقال أن تسافر مسيرة يوم وليلة، فسمى مسيرة اليوم والليلة سفرا، فعلمنا أن من خرج إلى مسيرة اليوم والليلة هو مسافر. طيب، من لم يخرج إلى هذه المسافة وخرج أقل من اليوم والليلة، نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة إلى ما هو أقل من مسيرة اليوم والليلة، كخروجه إلى الخندق ما يقرب من 2.5 إلى 3 كيلو إذا أخذ من طريق السيح، فهذا القدر خرج إليه على الصلاة. وخرج إلى أحد وهي دون مسيرة اليوم والليلة ولم يقصر عليه الصلاة والسلام الصلاة، فعلمنا أن أخذنا بأقل ما سماه الشرع سفرا، ولذلك لا ننتقل إلى العرف، لا يقال إن السفر ما سماه العرف سفرا، لأنه إنما ينتقل إلى العرف إذا لم يكن هناك تحديد من الشرع، أما إذا كان هناك تحديد من الشرع فإننا ملزم به ونعمل به، ولذلك قد لا يعتبر العرف مسيرة اليوم والليلة سفرا، فهل نقول إن العبرة بالعرف ونترك نص الحديث؟ إذن الحديث يدل بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم تسافر مسيرة، وبناء على ذلك لا يستهزأ بضوابط العلماء للسفر بأنه 70 كيلو إلى 80 كيلو والمحاولة في معرفة هذه المسافة، لأن السنة تقول مسيرة، فهذا حق مستحق مشى عليه أئمة الإسلام جماهير العلماء في المذاهب 4 كلها، الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، كلهم يقدرون مسافة السفر، وإن كان الجمهور على يوم وليلة والحنفية على 3 أيام للخلاف في قوله مسيرة يوم وقوله 3 أيام. ومسيرة اليوم والليلة ومسيرة اليومين، اختلاف الحديث في المسيرة سببه أنه سئل أكثر من مرة فأجاب باليوم والليلة وأجاب باليومين وأجاب بال3 أيام، واختلاف التنوع ليس اضطرابا في الحديث، وهذا كما نص عليه الأئمة والمحققون. وبناء على ذلك مسيرة اليوم والليلة هي أقل ما سماه الشرع سفرا. أيضا جاء الدليل من الصحابة رضوان الله عليهم، بل من علمائهم، بل من حبر الأمة وترجمان القرآن الذي هو أعلم بكتاب الله من غيره، قال رضي الله عنه: يا أهل مكة لا تقصروا إلى الجموم ولكن إلى جدة وعسفان والطائف. وكانت الطائف على مسيرة يوم
وليلة من مكة، فهذا حبر الأمة فهم من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن ما كان دون اليوم والليلة لا يسمى سفرا. وعليه أخذ جمهور العلماء رحمهم الله بهذه الأدلة الشرعية. فقول البعض إن التحديد باليوم والليلة لا أصل له هذا تهور، هذا فيه دليل من السنة صحيح واضح، وهو قول كذلك عبد الله بن عمر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا خرج إلى مزارعه بوادي ريم وهو قبل المدينة بما يقرب من أكثر من 70 كيلو، ما بين 60 إلى 70 كيلو وقد يزيد، وادي ريم من الأودية التي تروي وادي العقيق في المدينة، فكان إذا خرج إلى مزرعته في هذه المسافة قصر الصلاة رضي الله عنه وارضاه. ولا يشكل على هذا أن أنس رضي الله عنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من المدينة قصر الصلاة لأنه يقصد إلى مكة ويقصد إلى مسيرة أكثر من اليوم والليلة، فكونه يقصر الصلاة في ذي الحليفة وهي أبيار علي، ليس بينه وبين المدينة إلا بضعة أميال، فإن هذا لا يؤثر لأنه يقصد إلى مكة، فالمقصود مسيرة اليوم والليلة. وعليه إذا كان على سفر بهذا الحد فإنه يقصر الصلاة، وكذلك يباح له الفطر. وسنكمل إن شاء الله بإذن الله ما يتعلق بهذه الآيات من الأحكام، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه وعلمناه شافعا نافعا، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه أجمعين. بالنسبة للدروس بإذن الله عز وجل سيعلن عنها، احتمال أن يكون هناك درس في المدينة أسبوع وأسبوع في مكة، فلا أحد يحدد، إن شاء الله سيكون التحديد عن طريق الرئاسة في الموقع، ونسأل الله أن يعيننا على ذلك، صلى الله وسلم.